يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خروج الناس من قبورهم يكون على حالتهم وأعمارهم التي ماتوا عليها أم على غير هذه الحال؟ نعم، يبعثون كما كانوا في الدنيا صورهم، وحتى أن اللي يعرفوا في الدنيا إلى مرقه يقول هذا فلان، يقول هذا فلان، ما تغير من ولا تغير من خلقه شيء، ولا تبدل من خلقه شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده، قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. نعم.